أخواتي الحاضرات، أخواتي المشاهدات، إخواني المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل ما ندوزو للدرس الجديد، غادي نصحو التمرين اللي نجزتو واللي كان مطلوب منكم فيه ترتبوا الأعداد تصاعديا، أي من الصغير للكبير. إذا قبل ما نبداو التصحيح ديال التمرين، غادي نشوف الأخوات اللي حاضرين معنا واش نجزتو التمرين. إذا نشوف واش عندك صحيح. مزيان. مزيان مزيان. انت علاش ما كملتيش؟ لا حاولي تكملي دابا، تبعي معنا التصحيح. مزيان، شوف، جيد، صحيح. مزيان، نشوف. مزيان، هادي عندك خطا، ولكن احنا غادي نصحو، تبعي معنا التصحيح. مزيان. الان غادي تتبعوا معايا التصحيح ديال التمرين. اذا قلنا ان المطلوب هو انكم ترتبوا هاد الاعداد ترتيبا تصاعديا، اي من الاصغر الى الاكبر. اذا فين هو العدد الصغير في هاد الاعداد؟ فين هو اصغر عدد؟ صفر. صفرون. مزيان. اذا صفرون كنحطوها على اليسار. اذا هاد الاعداد دابا اللي بقاو عندنا، فينا هو اصغر عدد فيهم؟ رقية. واحد. واحد. مزيان. اذا غنحطو واحد حدا صفر. اذا دابا غتلاحظوا هاد الاعداد اللي بقاو لينا، وسميرة غادي تقول لينا فينا هو اصغر عدد. اثنان. اثنان، جيد. اذا غنحطو اثنان حدا واحد. مزيان. الان هاد الاعداد اللي بقاو ثلاثة. ثلاثة، مزيان. إذا كنحطو ثلاثة حدا اثنان. دابا هاد الأعداد اللي بقاو فينا هو أصغر عدد؟ أربعة. أربعة، ممتاز. إذا كنوضعو أربعة حدا ثلاثة. دابا بقاو لينا خمسة ديال الأعداد، فينا هو أصغر عدد سميرة؟ خمسة. خمسة، جيد. إذا كنوضعو خمسة حدا أربعة. الأخت أمينة، قلنا فينا هو أصغر عدد في هذه الأربعة الأعداد؟ ستة. ستة، جيد. إذا كنوضعوا العدد ستة حدا العدد خمسة. الأخت رقية، فينا هو أصغر عدد؟ سبعة. سبعة، جيد. كنحطوا العدد سبعة. إذا بقاو لنا جوج ديال الأعداد، فينا هو أصغر عدد؟ ثمانية. ثمانية، ممتاز. إذا كنوضعوا العدد ثمانية حدا العدد سبعة. دابا بقى لينا تسعة. إذا تسعة هو أكبر عدد، وكيجي هو العدد الآخر. إذا كيف كتشوفوا أننا رتبنا هاد الأعداد ترتيبا تصاعديا، أي من الصغير للكبير. الآن من بعد ما عرفنا كيفاش نرتبوا الأعداد من صفر لتسعة ترتيبا تصاعديا، أي من الصغير للكبير، دابا غادي تلاحظوا معايا هاد الاعداد اللي غتظهر امامكم. غادي نقراوهم جميع. تسعة. تسعة. ثمانية. ثمانية. سبعة. سبعة. ستة. ستة. خمسة. خمسة. أربعة. أربعة. ثلاثة. ثلاثة. اثنان. اثنان. واحد. واحد. صفر. صفر. مزيان. إذا من بعد ما قرينا هاد الأعداد، كتلاحظوا بأن هاد الأعداد بديناها من تسعة، وتسعة قبيلة شنو كنا قلنا عليه؟ هو أكبر عدد. مزيان. إذا بدينا من الأكبر إلى أصغر. إلى الأصغر. إذا هاد الأعداد مرتبة من الكبير للصغير. إذا الترتيب ديالها من الأكبر للأصغر كنسميه ترتيبا تنازليا. إذا كيف غادي تلاحظوا هنا في هاد الشكل هذا؟ هانتوما شفتوا هاد الأعداد اللي هي من تسعة إلى صفر، حطيناها في هاد الشكل بحال الدروج. إذا هي مرتبة غاديين وكننزلوا من الكبير للصغير بحال إلا نازلين مع الدروج. داكشي علاش كنسميوها ترتيبا تنازليا. مزيان. الآن غادي نشوفوا هاد التمرين اللي غادي نزيدو نثبتوا فيه مزيان معرفتنا بهذا الترتيب
تنازلي. اذا هذا غادي نجزوه الجميع. اذا انتبهوا، عندنا هاد الاعداد خمسه ديال الاعداد غادي نرتبوهم ترتيبا تنازليا، اي من الاكبر الى صغر. الاصغر. مزيان. اذا شكون اللي غادي تقول لي اكبر عدد في هاد الاعداد؟ تسعة. مزيان، اذا اكبر عدد هو تسعة. دابا امينه غادي تلاحظي مزيان هاد الربعه د الاعداد وغادي تشوفي فينا هو اللي كبير، فينا هو اكبر عدد في هاد الاعداد. ستة. ستة، مزيان، وكنحطوا ستة حدا تسعة. الان بقاو لينا ثلاثة د الاعداد اللي هي أربعة صفر ثلاثة. غادي نشوفوا دابا فينا هو اكبر عدد في هاد الاعداد بثلاثة. سميرة. أربعة. أربعة، مزيان، وكنحطوا أربعة حدا العدد ستة. الان بقاو لينا جوج، ثلاثة وصفر. اذا فينا هو اكبر عدد؟ رقية. ثلاثة. ثلاثة، كنوضعوا ثلاثة وتيبقى لينا صفر. طبعا صفر هو الاصغر، اذا صفر هو الاصغر كيبقى هو الاخر. اذا قراوهم ليا هاد الاعداد كلكم. تسعة، ستة، أربعة، ثلاثة، صفر. مزيان، إذا هاد الأعداد كيف كتلاحظوا مرتبة ترتيبا، شكون اللي تقولها ترتيبا؟ شنو سمينا قبيلة؟ ترتيبا شنو؟ من الكبير للصغير، نعم؟ ترتيبا تنازليا. تنازليا، مزيان، إذا ترتيبا تنازليا أي من الأكبر إلى الأصغر. دابا غادي نعاودوا نجزوا واحد التمرين آخر. إذا انتبهوا مزيان، غنجزوه جميع حتى أنتم أعزائي المشاهدين. إذا عندنا هنا مجموعة ديال الأعداد، كل عدد عندنا في واحد الدائرة، غادي نرتبوهم حتى هما ترتيبا تنازليا، أي من الأكبر للأصغر. إذا فينا هو أكبر عدد هنا؟ تسعة. تسعة، إذا كنوضعوا العدد تسعة على اليسار. الآن فينا هو أكبر عدد في هاد الأعداد اللي بقاو لينا. سميرة. سبعة. سبعة، ممتاز، إذا غنحطوا سبعة حدا تسعة. دابا بقاو لينا أربعة ديال الأعداد. رقية غادي تقولي لنا فينا هو أكبر عدد فيهم. ستة. ستة، مزيان، إذا كنحطوا العدد ستة حدا العدد سبعة. دابا عندنا ثلاثة ديال الأعداد، فينا هو أكبر عدد أخت أمينة؟ خمسة. مزيان، دابا جوج ديال الأعداد، فينا هو أكبر عدد في هاد الأعدادين؟ ثلاثة. ثلاثة، وكنحطوه بجنب خمسة، بقى لينا واحد. إذا فين غنوضعوه؟ واحد. واحد، إذا كيبقى هنا حدا ثلاثة هو أصغر هذه الأعداد. إذا هاد الأعداد مرتبة ترتيبا تنازليا. جيد، إذا مرتبين ترتيبا تنازليا، أي من الأكبر إلى الأصغر. الآن من بعد ما نجزنا هاد التمرين، وكان نتمنى ان المشاهدين يكونوا متابعينا، واللي لقى شي صعوبه راه الحلقه كيتم الاعاده ديالها، ويمكن لهم ايضا يتابعوها في الموقع الالكتروني ديال هذا البرنامج. الان غادي ندوزوا للتمرين اللي غادي تنجزوا، وهو التمرين اللي موجود في الحلقه العاشره اللي عندكم في الكتاب المقرر. اذا لاحظوا التمرين. اذا المطلوب منكم في هذا التمرين انكم ترتبوا هذه الاعداد ترتيبا تنازليا، أي من الأكبر إلى الأصغر. وفي الحلقة المقبلة إن شاء الله غادي نصحوه. وهكذا غادي نكون وصلنا النهاية ديال الدرس ديالنا ديال اليوم. وما بقى لي الآن إلا نودعكم، ولكن ما ننساش نذكركم بأن هذه الحلقة غادي تتم الإعادة ديالها في هذه القناة في الأوقات اللي كتظهر أمامكم على الشاشة، ويمكن لكم أيضا تتابعوها على الموقع الإلكتروني الخاص بهذا البرنامج اللي كتشاهدوا العنوان ديالو أمامكم. والآن ما بقى لي إلا نودعكم على أمل لقاء بكم في الحلقة المقبلة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.